وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا عليه قال: من لقي أخاه فليسلم عليه. من لقي أخاه فليسلم عليه. التقيت بأحد إخوانك في طريق تسلم عليه، ثم إذا مضيتما معا تمشيان سويا وفصلت بينكما نخلة أو شجرة أو عمود أو سيارة أو أي شيء آخر، أيضا بعد أن تلتقي مع هذا الفصل القليل تسلم عليه. وهذه السنة يغفل عنها كثير من الناس، إما أنهم لا يعرفونها أو أنهم لا يعتنون بتطبيقها. كنت صغيرا في السن وإلى جنب الشيخ الألباني رحمة الله عليه هنا في المدينة، وكنت أمشي بجنبه وحدنا، ففصل بيني وبينه سارية، فلما لقيني بعد السارية التفت إلي مبتسما وقال: السلام عليكم. قلت: عليكم السلام. قال لي: لماذا سلمت عليك؟ فما كنت أعرف هذا الحديث ولم يسبق لي معرفة به. قال لي: لماذا سلمت عليك؟ فابتسمت قلت له: السلام طيب. قال وذكر لي الحديث، فكانت أول معرفة لي بهذا الحديث من الشيخ رحمة الله عليه. فالشاهد أن إلقاء السلام ولو كان الفصل قليلا أو يسيرا فينبغي أن يحرص عليه المسلم إفشاء للسلام وتحقيقا لكسب هذه الفضائل والخيرات العظيمة.